السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء، اليوم إن شاء الله جينا نديرو واحد الأكلة زوينة، كتجي زوينة وغزالة، كيحماقوا عليها الناس. كنتمنى أنها تعجبكم وتبعوا معايا المراحل. اليوم إن شاء الله غادي نديرو السرديل في اللاطة. السرديل في اللاطة مع الخضار، مع أي خضار كتبوها ديروها مع السرديل في اللاطة، كتجي غزالة وكتجي بنينة. بسم الله على بركة الله غنبدأ. عندنا السرديل. السرديل على حساب كل، يعني كل واحد شحال كيبغي، ديال على حساب أفراد العائلة اللي عنده كيدير السرديل. كيلو ولا نص كيلو ولا جوج كيلو، على حساب يعني داكشي اللي بغيتو. المهم انا عندي هنايا كيلو ونص، وكنحتاجو ليه مطيشه طماطم على الشكل هذا دوائر، كنحتاجو البطاطا دوائر حتى هي تكون رقيقه، كنحتاجو الفلفل حلوه والبصله حتى هي دوائر على الشكل هذا، قطعوها دوائر وصافي، المهم تكون شويه رقيقه وصافي. كنبغي الدنجال، الدنجال غادي نديرو ليه واحد الطريقه تشاهدوها معايا دابا. بسم الله على بركة الله. دابا غناخدو الدنجال، نحتاجو الدنجال دابا، غندير ليه الطريقة هادي، غنحيدو ليه هاد اللب لي هنا. عندنا قرعة، اللي ما عندوش هادي يدير قرعة بحال هاد الشكل هذا. أنا عندي هادي ما غنديرش بها، ولكن غندير بالقرعة دابا، هي هاد السيارة كتجي زوينة. المهم غنحيدو وندير هاد القرعة بحال هكا صافي. كنوريكم ليه بحال هكا كيحيد لينا هاد اللب هذا. هاد اللب هذا ما غاديش نرموه، غنخلوه وغنديروه زعلوك، غنخلوه نحتفظوا به هنا بهذه الطريقه هكا، غنتبعوهم كاملين بهذا الشكل هذا، كتحيد بسهوله بحال هكا. ندير لي هادي باش تشوفوها حتى هي قادو، يعني باش تبين مقاد. انا ما نقدرش ندير، كضرني يدي شويه. المهم غادي ندير القرعه، احسن القرعه احسن. المهم هي دغيا كتدير تورك لينا عليها، ما هذه ما قدرش انا نورك عليها بحال هكا بهذه الطريقه هكا. المهم عندك اي قالب من غير هذاك، من غير هاد القالب، عندك شي قالب اخر تورك ليه مزيان. المهم غتجبد لك هاد، تحيد لك هاد الحشوه اللي هنا، هاد القلب ديال هاد الدنجال. صرات لي ولكن ماشي مشكل، غادي نقادوها. ان الدجاج كيكون من الفوق رقيق، ومن الوسط عريض، وفي الاخير تيكون ثاني شويه بحال هذا الشكل بحال هكا. هادو غنديرهم شي حاجه اخرى، نحاول نجرب بهادي بحال هذا الشكل. ما رموهمش، استغلوا نتا هما. المهم غادي تحيد بسهوله، ماشي المهم كنديرو بحال هكا. وهاد اللب هذا ما كنرميوهش، كنخلوه كنديروه زعلوك، ما نديروش شي حاجه اخرى. المهم نخليه، انا ما غنرميهش، احتفظ به. صافي دابا نحطهم هنايا. غادي نجيبو الطاوة أو الضاطا أو شنو كتقولو ليها،
بالطريقه هكا صافي. عندنا السردين دابا غنبداو نسيتو السردين بالطريقه هكا. السردين خصو يكون جديد، هذا اللي كيجي في الفران بحال هذا الشكل بحال هكا راسو، خصو يكون جديد باش كيجي بنين بحال هكا. والملح ديالو ما تنحيدوهاش، كنخلوها فيه ما كنغسلوه ما والو، حيت الا غسلناه غادي يطلق لينا الماء. هو راه اصلا مغسول بالماء تاع البحر. غادي ندير هكا داكشي اللي قدني. خلو المساحة فين غنديرو الخضرة، غناخدو البطاطا نديروها هكا. نديرو هنا كل واحد كي المهم كل واحد يستف الخضره كيف ما بغى. انا بغيت ندير لها الطريقه هكا. انا ما غيجينيش السردين كامل هنا في هذا الطاوح حقاش صغيره، وحنا افراد عائله غير قلال ما نكثرش بزاف صافي. وغادي ناخذ الفلفله هي نديروها هنا فوق من السردين بالطريقه هكا. انا دابا الدنجال ها كيفاش درت ليه الطريقه، حطيت الدنجال ودرت وسط منه مطيشه، وعندنا هاد البصله حتى هي غادي نديروها تحت بحال هكا تحت من البطاطا. راه كيجي زوين هاد الطبق ديال السردين اللي كيكون في اللاطه في الفران براسو. تنحيدو ليه على راسو ما كنغسلوه ما والو، كيجي بنين احسن من هذاك اللي تيكون فيه توابل. هذاك عنده ذوق ولكن هذا الذوق ديالو كيكون زوين. المهم الطريقه هذه غادي نكملوا هاد الدنجالات. كناخذ دنجال وكنحط وسط منها مطيشه هاد الشكل هذا، لان مطيشه ملي كتدخل الفران كتذوب. اللهم هاد سميتو هاد الدنجال كيبقى محافظ ليه على كتبقى مجموعه ما كتحرقش بهاد الطريقه هادي صافي. نكملوا هاد الفلفلات حتى هما نديروهم هنا ما نضيعوهمش، كل واحد كي يحط الخضره كيف ما بغى. انا نزيد هاد البطاطات لان الدراري كيبغوا البطاطا. الشكل هذا بحال هكا. نحاول ندخل هاد البطاطا فشي بلاصه
باش ما تضيعش، ما خصناش نضيعو النعمه ديال الله. لوحوها المهم انا هادشي غنخليه تنديرو في شي حاجه اخرى، ما غاديش نرميه. صافي دابا ملي استفنا هاد الخضره بحال هكا هاد الشكل هذا، غادي ضروري غندير واحد شويه ديال الزيت باش هاد الخضره كتعطينا واحد القرمشه وكتجي محمره. غنديرو ضروري غير شويه بحال هكا بلا فوق من الخضره، ما نديروش فوق من السرديل باش كتجي بنينه هكا. رش عليها انا شويه ماشي بزاف. صافي ندير هاد الفلفله تاعهم شويه بحال هكا. صافي وكناخذ شويه ديال، لان السرديل عندنا مالح فيه الملح، انا ضروري خصني هاد الخضره ندير فيها واحد شويه ديال الملح، ما غنديرش بزاف، غندير تقريبا هذا غنديروا عليها كامل على هاد الخضره. كطروش باش تجي بنينه، لان لو ما درناش فيها ملح ما تجيناش بنينه. صافي ما غنكثرش. وعندي هاد التوابل ديال السمك، هاد التوابل راه كيكونوا في المحلات ديال السمك، غادي نرش عليها شويه حتى هي بالطريقه هكا. اللي ما عندوش التوابل يدير غير البزار وشويه ديال الكمون والتحميره. صافي بالشكل هكا، صافي كتعطي واحد الذوق زوين. صافي هادشي اللي كاين. وانا السرديله بقى ليا، كل واحد كيدير على حساب افراد العائله اللي عنده، انا بقى ليا السرديل غادي نحيدو تنصيبو نديرو حاجه اخرى، لان الطاوة عندي صغيره. المهم هادشي اللي كاين، وغادي ندخلو للفران، يكون الفران سخون لان الحوت اي سمك كيبغي العافيه تكون سخون مجهده بزاف. المهم غندخلو دابا الفران ان شاء الله، ملي غادي يطيب غادي نرجعو نقدموه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ها هي لاطه ديالنا ديال السرديل، ها كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه وكتجي بنينه وكتجي مقرمله. البطاطا كلها كطيب تاك، شتي كيفاش كتجي كطيب. غير رقوها شويه ما تخلوهاش غليظه بزاف، راه كتجي زوينه وكيجي مقرمل، وكيجي هاد الدنجال مع الفلفله ثاني كيفاش كيجي، راه كيجي زوين حتى هو. ما كت هذه المطيشه ما كتخسرش لينا، كتبقى هي. كنتمنى انه يعجبكم، واللي يعجبو الفيديو يبارطاجي ويدير جيم ويشترك في القناه باش يوصلوا كل جديد. والمهم ها هي قديمتنا اللي شاركنا معاكم، وكنتمنى انها تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.